ابو كبير الورد يتقدم ورد يا احمد ابو كبير لاعب سريع ابو كبير يتقدم ابو كبير يتقدم والهدف الاول افتتاحية الجولة الخامسة من بطولة الدوري الأردني للمحترفين انطلاق الآن على الجهة اليسرى هنا زيد أبو عابد زيد أبو عابد ينطلق زيد جميل زيد يدخل ال 18 زيد 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 جول 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 وتسديدة فيها 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 جول 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 لا 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 كانت كرة جميلة جدا منقولة إلى إيهاب يلعب الكرة العرضية إيهاب الخوالدي وترتد هنا خطيرة نتمنى أن تستمر وأن نشاهد مباراة هجومية بين الطرفين الآن أبو كبير من جديد ولدي بالثاني كرة لأحمد أبو كبير والأوبر كرة عرضية الآن خطير أوه!